أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم أوراق مطوية. أهلا جلال. ضيفنا اليوم الأستاذ حسن العلوي، المفكر والسياسي المثير للجدل، له صولات وجولات في بلاط صاحبة الجلالة الصحافة، كما له صولات وجولات في تأسيس لعراق جديد. إذن رحبوا معي بالسيد حسن العلوي، أهلا بك معنا عبر شاشة التغيير. أهلا بكم بالتغيير وبصاحب التغيير. أهلا بك. نعم، إذا السيد حسن العلوي المفكر والسياسي الذي عاصر حكام العراق من العهد الملكي إلى الآن، وعاصرت الكثير من الحكام وقضيت وقت طويل منها مع الرئيس صدام حسين، هل هناك حقائق سياسية لم تسردها من قبل؟ ما أدري، ذاكرة عريقة ووقت مخضرم. ما أدري، بس يعني لأن هواي أنا أتحدث بالتلفزيون، ما أدري الكلام اللي أقوله قايله قبل ولا ما أدري. لا، هو أكو أشياء في داخلك أنت يعني مختزنها ومحتفظ بها وما تريد تتحدث بها. هي شوف أريد نسمعها اليوم. أنتوا تلفزيون مقابلة حرة، مو تلفزيون يعني عقائدي ايديولوجي ميت، اذا كلمه صغيره يغيروها. فاذا حكون موفق فالفضل مو الي وانما للمحيط الاعلامي اللي توفره هاي القناه، لانه قناه اخرى ممكن يسالك سؤال اخر وكانك راكب قطار. المقابلة الصحفية إذا مو دائما، أنا أقول أني راكب موتوسيكل موتوسايكل وليست قطار. نعم، لأنك تقود طريقك. أطلع بهذه الزاوية الصغيرة، أطلع منها كمن يمشي على حقل ألغام. نعم نعم، القطار دائما أسير السكة. نعم بالتأكيد. نعم. طيب أستاذ حسن، أنا بعد إذن رنا، يعني لربما أنا ما وصلت، أنا ورنا ما وصلنا لك السؤال، أنه في سر عندك، أسرار في داخلك لحد الآن ما أفصحت عنها في هذه الذاكرة، نتمنى اليوم أن نسمعها، المشاهد الكريم يسمعها. أتى الزمان بنوه في شبيبتهم فسرهم وأتيناه على الهرم. أنا عمري هسه 86 سنة وتريدني أتذكر؟ ما أتذكر، بس لازم أريد واحد يذكرني، لأنه إحنا دخلنا عالم السياسة ونحن طلاب صغار، وهاي الوضع في العراق الشكل. دخلت لحزب البعث مع التنظيم الأول سنة 1953، أنا بعثي، ولم أخرج من الحزب لأنه ربما أخرج من التنظيم، لكن عقيدتي قومية. والسبب لما إحنا ملأنا فراغ سياسي كبير، كان أكو الإخوان المسلمين، وأنا ما أتعرض لهم بسوء أبدا عكس كل رفاقي، والشيوعيين وأنا أحبهم لأنهم هم نموذج النضال، والقوميين. نعم. يعني أستاذ حسن، فإحنا سدينا فراغ كبير في السياسة العراقية، ومو بقول القوميين خارج الساحة، لا، احنا من أسس الساحة القومية، احنا جماعة فؤاد الركابي. كاتب صحفي يقول، والكلام له: حسن العلوي بعثي منذ الستينات، بعثي مغمور منذ الستينات، لم يسجل له أي موقف في المراحل التاريخية. هذا جاهل، هذا جاهل، ما له حق يتكلم، ما يعرف تاريخي. كل حياتي مواقف، كل حياتي رفض للحكم، حتى لو كان حكم عادل، والعبد الكريم القاسم ما كان ظالم. عبد الكريم القاسم زين، امه ببيتنا ويانا، هو براس الشارع ويانا، يروح للمدرسه، كان من اجى من فلسطين كان مقدم ركن، ياخذنا بالسياره مالته يروح للمدرسه، شنو بالمدرسه ياخذنا بالسياره مالته، ويعرفني، وكان يريدني اكون مدير ارشاد المنطقه الوسطى، ما كان اكو اعلام ارشاد. شو قالوا له؟ وين هو؟ صار له سنه مسجون بجلوله بالسكن الحجريه.
قام وكانوا يسوي له مساج بالشورت، قام بالتليفون خابر الحاكم العسكري العام قال له الآن يطلع حسن العلوي. لما طلعت أنا وعرفوا الجهاز الحزبي عرف أن الهطلق سراحي، حضروا فرقة موسيقية باب بيت عبد الكريم قاسم. أكو شيء وقاحة؟ نعم. كل اللي سوى عبد الكريم قاسم قال أنا ما يمكن أسجن واحد بالمنطقة، إحنا نتحول. فتحولوا بيت بعيد عننا لأن الدربون مالتنا كلها بعثية، ولا فكرنا أنه نستفيد منه، هو يوظفنا يسوينا مكان أبدا، لأنه جمال عبد الناصر ونعتبر أنه من سوى الثورة لازم يمشي بقطار يوصل القصر القبة ويسلم عبد الناصر ويقول له سيدي عبد الناصر في مال الله، يسوي ثورة ويغير البلد ويطيح حظنا حتى جمال عبد الناصر يستفيد. هذه لغتنا القومية الخاطئة. نعم. يعني أستاذ حسن، أنت تقول عقيدتي قومية، ما هو الفرق بين القومية والعروبة برأيك؟ أي هذا موضوعي اللي يعني سويته. احنا نسميه قومي، وفي بعض الأحيان لأن كلمة قومية جتي من الغرب ما لها أصول عربية. كلمة القوم معنى الرجال، والقومية هم مجموعة الرجال، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء نساء من نساء، إذن القوم هم الرجال، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء فالقوم هم مجموعة الرجال عكس النساء. فالقومية إذن هاي دلالتها اللغوية كانت، بينما صارت عندنا لا انتماء سياسي في مواجهة تيارين، تيار ديني أممي وتيار شيوعي أممي، كلاهما أممي. إحنا الوحيدين اللي نسعى إلى رسم سياسة قومية. إحنا نقول العراق بلد عربي بس، ما يجوز، مو أكو أكراد. ولهذا يعني إحنا ما أحسننا حكم العراق، ولهذا القوميين ما حكموا العراق مدة طويلة، لأنه ما فكروا بالأخوة العربية الكردية اللي فكروا بها الشيوعيين، هاي احنا ما فكرنا بها. أستاذ حسن، اسمح لنا أن ترافق المشاهد الكريم في رحلة لك كانت مع الرئيس صدام حسين، رحلة القطار التي استغرقت 100 ساعة، يقال أنها كانت المرحلة التمهيدية لتسلم صدام حسين للرئاسة في ذلك الوقت. ما هو الحديث الذي دار بينكم؟ حيثيات ضعنا في جو هذه المرافقة التي رافقتها فيها. بالتليفون يتصلون ما يقولون وين رايحين لأسباب أمنية، هو عنده محاذير أمنية أكثر من لازم. إيه. فبس يخبروني يقولوا لي مثلاً السيد النائب يريدك باشر 7 الصبح. أروح يمه هناك حتى من نطلع للسيارة ما نسأل. فطلعنا بالسيارة نشوف وين السيد. إيه. فرحنا لمحطة القطار، ما رحنا للمطار، رحنا لمحطة القطار، وقطار بيع عدد من العربات، واحدة منهن كانت مخصصة لنا، قسم منها كانت صدام وعائلته، قسم منها أنا قاعد بيها. فانتقل صدام خلى عائلته وجب بغرفتي 10 ساعات إحنا بالقطار. أعتقد ذيك السفرة رسمنا المستقبل لصدام حسين، وحزب الدعوة والأحزاب الإسلامية من يشتمون يقولون هو وراء صعود صدام حسين. لا، صدام حسين شخصية صعدته، بس يمكن أن يكون عامل مساعد كثير، لأنه عندي عراقة بالإعلام، عندي عراقة في صناعة الخطاب الإعلامي، عندي ثقافة ما يمتلكها صدام حسين. نعم. لأنه صدام مو شغلة ثقافة، هاي شغلتنا احنا. شو فأضفت كثير لصدام حسين. يعني من رؤيتك له، هل تعتقد أنه كان يطمح أن يقود الأمة بداية من العراق؟ نعم نعم نعم، نعم. هو ما كان يعتبر نفسه قائد عراقي، قائد قومي، يتجاوز القائد الوطني
ايوه كان العثره مالته ها مو بحزب البعث عندنا عقده ب 63 شلون فقدنا السلطه؟ تآمروا العسكريين كلهم حتى بحزب الحزب ويا القوميين وسووا 18 تشرين سقطونا بها. من اللي راح وياهم؟ احمد حسن البكر. بس استقال رأسا ب 63 ف كان شو اسمه المشكله الصراع بين المدنيين والعسكريين فتفوق العسكريون على المدنيين وضربوهم. اذا من جانب 68 اول شيء لازم نأدب العسكريين ونخليهم ونخلي قرارهم مو الاول. ومن هنا بدأ المدني يحكم العسكري، وهذه أول مرة تصير في الوطن العربي. العسكري يحكم المدني، إذا بسنين العسكري يحكم. إحنا سوينا ثورة يحكمها المدني، المدني يحكم العسكري، وهذا أهم تطور في حركة 68. هذه ليش؟ لأن صدام المدني والبكر العسكري، إحنا من أمن بالعسكري؟ رغم انه البكر هو ذاب نفسه كثير على ويا الحزب وكذا وكذا، بس زعيمنا مو البكر، صدام حسين. انا اريد اتحدث مع حضرتك بعد عام 2003. افترض انه فتره البعث وفتره صدام حسين قد مررنا عليها بشيء جميل ومفيد. بعد 2003 يعني لو كنت تعلم أن وضع العراق سيكون بهذا الشكل أو سيؤول بما آل عليه، هل كنت ستكون مع المعارضة أو إلى جانب المعارضة؟ مع الحكومة، وتقف مع الحكومة اللي سوتها المعارضة. هل ستكون مع الحكومة اللي سوتها المعارضة؟ يعني معارض، أنا أقصد بس المعارضة بيها عميل أمريكي صدام حسين. اسمح لي، هي معارضة صدام حسين بيها عميل أمريكي، لهذا حصل عليه ورفض الذهاب إلى أمريكا وحده، لم يذهب إلى أمريكا. ولكن أنت محسوب عليهم. شو محسوب؟ أنا من قادة المعارضة، بس عندي المعارضة ما تلفني، أنا حزب البعث ما لفني، ما خلاني أنطق يعني ما أقبل أنطق باسمه، وعندي أفكار بيها شطط، وعدي فضايح ان حزب البعث مشي العفلقه اخذ افكاره من توينبي مثل ما قلت لكم. مشي العفلق سطى على فلسفه توينبي اللي احنا ما كنا نعرف توينبي منه. هاي شغلي انا اشتغلت من ما سنه 77 كتبت عليه. يعني حتى ما ازحف بالاجابه بعيدا عن السؤال، مرتكز السؤال هل لو كنت تعلم أن العراق سيؤول إلى ما آل عليه الآن، هل ستتخذ هذا الموقف الذي اتخذته في معارضة نظام صدام حسين واصطففت إلى جانب المعارضة؟ شوف، مو قلت لك بالمعارضة بيها عميل أمريكي وبيها عميل إيراني. وماذا تصنف نفسك؟ شوف، أنا قومي مستقل، أنا ما رحت لإيران ولا رحت لأمريكا. جيب لي معارض ما راح لواحد من الاثنين، لا يمكن. المعارضة راحوا، الأمريكا راحوا، أنا ما قمت أروح لأمريكا. قلت أمريكا هي تقود المعارضة مالتنا، إذن عملاء لأمريكا، صدام أشرف من أمريكا، قلت له هذا. قلت صدام أشرف من أمريكا. لا، أنا أروح صدام ما أروح لأمريكا. بس ما ظهر من عندك موقف قبل الاحتلال؟ موجود، أنت ما تعرفه. أسمعه وخليه يسمع المشاهد. أنت ما تعرفه. وهذا اللي أقوله. رفضي للذهاب إلى أمريكا هذا رفض للمعارضة الأمريكية. رفضي لزيارة إيران هذا رفض للمعارضة الإيرانية. فإذا المعارضة العراقية كان بها جناح أمريكي وجناح إيراني والجناح المستقل وهو أضعفهم. مع حضورك لبعض مؤتمرات المعارضة، وين؟ في صلاح الدين؟ طبعا، هذا مؤتمر عام. هذا منو ما حضر صلاح الدين؟ وبلدنا ليش اللي سوينا بأمريكا؟ تحاسبني إذا رحت بأمريكا أو لندن العراق أو لندن. أبدا أبدا لم أحضر أي مؤتمر في لندن. مؤتمر عام 2002 لم تحضر مؤتمر 2002. ساعتين نعم ورجعت بلندن.
نعم. ساعتين قعدت انا واحمد شريف على صفحه وقلت له راح تحتاج الى سنوات تقنع الشعب العراقي حتى تغسل عار هذا الاجتماع. ولم ادخل للاجتماع مالهم وطلعت ورجعت. يعني استاذ حسن رحت بيوم ثاني يوم. نعم. رحت بالليل والصبح رجعت. اكو واحد يروح هاي مواقف ما حد يسويها الا واحد مستقل ما يدير بال لابس الدنيا لابس كلهم بحذاءه. هذول متقاتلين على السلطه وهذه امريكا تسوي السلطه. هو العيوب مالتنا كلها عيوب. طيب وكيف كانت علاقتك معاهم بعد 2003 بعد ان عدت العراق يعني ما لم اشترك في اي عمل معاهم دخلت للبرلمان وصلت شوف اكو تفكير مو ما ادري ايش اسميك انت تعتبر واحد بالبرلمان ينتخبون ناس هذا الحكومه قاعد وين ما يصير هذا شعب وين ما يصير واسرائيل وين تريدني وين اروح انا عراقي الحكم لشرعيتي هو الناس والناس ينتخبوني بالبرلمان اقول لهم ما 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 اروح لا الشرعيه الوحيده هو لمن ينتخبه العراقيون سواء كان يميني يساري بعثي قومي اسلامي شد يكون ما دام الناس منتخبته انا منتخب إذن العلاقة مع السياسيين أو الطبقة السياسية كانت متوائمة بالتأكيد كنت نقاط تلتقي ونقاط تفتقي يعني لا يستطيع أحد أن يأتي ويرشح للبرلمان ويفوز لا أي واحد لا أعرف إيش تقصد أي واحد إلى حق يرشح بالعراق أي واحد إلى حق يرشح بالعراق الوحيد اللي ببلد ديمقراطي بكل الفترة هاي كان ديمقراطي الإسلامي والإيراني الإسلامي المستقر والإيراني والقومي والبعث السوري والبعث العراقي كلهم يرشحوا ولكن أيضا بالمقابل هناك الكثير من العراقيين اللي شافوا نفسهم أنهم غير قادرين على الانخراط بالعملية السياسية لوجود لاءات عليهم العملية السياسية مو المعارضة شلون تفكيرك أنت شلون تشتغل شلون تربط المعارض والعملية العملية السياسية هو الحكم أما المعارضة مو عملية سياسية هو دي عارض سياسة الدولة أنت شتري مني لو كن بالدولة فاعتبر بالعملية السياسية لو كن معارض أنا تقول لي معارض خنت المعارضة خذلت المعارضة المعارضة مشت اللي أريده نعم ولكن هؤلاء ايضا كانوا معارضين مثلك من هم اللي بالخارج اللي ما يدرون نعم انت شو تجي تقول يعني شنو دوله عثمانيه شو تري من الناس يعني انت حاط لك مصدر لازم الناس تمشي على المصدر مالتك شنو الناس الاحرار شو يجوزون سو هم عندهم كيان انساني وكيان فكري مستوى وعقلاني هم يمشون عليه شو يريد هو هذا شيوعي هذا بعثي ولهذا انا ما اصطدمت ابدا لا بعثي ولا بشيوعي ولا بعثي يساري ولا بقومي ولا بإسلامي من حقهم مشكلتنا بالعراق أن الحاكم يريد الناس من منطي أنت صدام بعثي لازم يكون ناس بعد ما يصير شلون حكي عن رتم للجبهة الوطنية قلت للاتحاد السوفيتي سوى إجراءات الاتحاد السوفيتي قنع الحزب الشيوعي جاء الحزب الشيوعي مال بيوم اللي إحنا جو سوينا الجبهة الوطنية وزعنا تعليمات ما هي أفكارك لتفتيت الحزب الشيوعي بالله عليك هاي شلون يصير هو جاي يشتغل وياي هاي الأشياء الجديدة اللي ما حسامها هو جاي يشتغل وياي وأني دا حكمه كنا بالإنذار نطي لايت للشيوعي والسلاح للبعثي هاي شنو حسن وقبلوا بهالدور هذا الشيوعيين صبروا على البعثيين هواية هواية زين استاذ حسن حتى ابقى في هذه المرحله وهذه الحقبه اصبحت نائبا في البرلمان ولكنك لم تتواصل وبالتالي غادرت العمل النيابي و ليش هاي ليش وراها اي لا احنا بذهننا مو هاي سبب العمر
أنا العهد الملكي فارقته عمري 25 سنة، يعني طالب من 24. 25 سنة يعني اللي حق رشح لأي أي منصب. راح أستمع عن بعد 25 سنة ومن حقك أن ترشح لأي منصب، ولكن أحبتي المشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود. أهلا بكم من جديد. أستاذ حسن، كنت تتحدث عن طيلة عمل 25 عام، تحدثت أو سألتك السؤال الأساسي أنه جنابك لم تتواصل مع العمل البرلماني مع سعيك أن تكون نائب، وبالتالي غادرت العمل النيابي ولم تتواصل معه. ما هي الأسباب؟ ليش قلت؟ كان أكو واحد اسمه عبد الله البيرماني، صيد اللي صار هذا، أهل يدزو يروح لبيت جدة بالكرادة، بيت جدة بعيدة كم كيلومتر، يجيب لبن، اللبن يجيبه بالجدر قدر يخليه على راسه، يطرق كله يذب، من يوصل باب حوش بيتهم يذب الجدر اللبن بالساقية. ليش ما ذب قبل ما يوصل؟ هذا امتحان لإرادته، فهو حقق إرادته، بس هذا اللبن أذله، حوله إلى شيء آخر. أحيانا الإنسان ما يقبل اللبن يذله، ويذب اللبن وأهله دازي دي يجيب اللبن والزبد أكلهم هذا. هل الأمر ينطبق عليك؟ ينطبق عليه. أحيانا أكو أشياء إلا أسويها، بس من أسويها يقولون في ما لو هاي دخولي بالبرلمان وخروجي مثل أبو اللبن عبد الله البيرماني. ولكن يعني أمام سبب معين، شو؟ أمام سبب معين. لا أنا عندي مزاجية، وهذه الحاسة هي حاسة السوي كأديب، لو بدون الحاسة ما صير أديب. يعني الجواهري عند أبيات شعر هو يناقض نفسه، يقول كلام وما يدري، يروح برا فترة يقول فذل، يقول بال56 كفرت بالسلم من بعد الجنوح له، فقد وهت حجج منه وأنصاره. بال59 مظاهرات والسلام قال آمنت بالسلم، لا دين لمن كفروا به ودين لأهلي وإن كفروا، هو الدول كفر. فأنا كتبت عليه قلت له أنت كفرت مو إحنا، يعني بعدين تتهمنا ودين لأهلي وإن كفروا، أنت كفرت وأنت آمنت مو إحنا. فكتبت هالشكل. فكان الله يرحمه يعني مات وما يحبني، لأنه أنا داخل بأعماقه السيكولوجية والنفسية. أي وأنا أحبه لأن ما أفضل شاعر، هو استمرار العصر العباسي، بوفاة الجواهري انتهى العصر العباسي. يلا هذه بين قوسين. نعم فضل. سنتناول هذا الجانب الشخصي من حياتك للحديث عن فضل. صفات عامة. ولكن أستاذ حسن، هل أخلصت الأحزاب القومية لشعوبها برأيك؟ يعني جميع الرؤساء والحكام عرفوا بنزاهتهم، لم يعني أخلصوا للمال العام، ولكن هل أخلصوا للشعوب؟ أين كان الخلل برأيك؟ ها أنت شلون تسوي قومية السلطة؟ أنا معالجة بعد كتبي هاي. قومية السلطة في بلد بيت أكراد وتركمان وعرب، شو يصير؟ يعني نسفت الأكراد، إيش قد تعطي الأكراد؟ ربع السكان؟ إذا أنت مالك حق. خمسة تركمان هاي صار 30%، إذا مالك حق، و 30% أنت متجاهلهم. شلون لهذا الدستور العراقي اللي سواه عبد الكريم قاسم كان ثورة، العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن. إحنا كبعثيين نسفنا هاي الشراكة، وعن علاقتي الآن بالأكراد يعني جدا جدا، أنا بأربيل أصلا، بيتي بأربيل، والأكراد ثبتوا أنه يمكنهم أن يديروا دولة، لأن العراق المزدهر والآمن هو كردستان وليس المنطقة العربية. المنطقة العربية الآن
ما مسيطر. يعني رئيس الوزراء الآن في محنة، ما بضبط الأوضاع، ولو يجي غيره نفس المحنة. بينما في كردستان نظام عادل ونظام أمني، يكفي إن الأمني، لهذا أنا ساكن بكردستان. يبدو رنا متشوقة لأن تأخذ عصارة الأفكار. إحنا ما دام نعطيك العجلة نعطيك إن شو اسمه ذبالة العصار. لو نبقى في العملية السياسية في العراق ونتحدث عن ما شاهدته وما رأيته وما اطلعت عليه من أسرار أثناء وجودك في بغداد في تلك الفترة. في أي فترة؟ مو الفترة التي كنت موجود بها في بغداد بعد 2003 مثلي. بعد عودتك للعراق. إذا عندك سؤال بقلب أقوله، ليش ضامة؟ قول لي شو تقول. لا هو أنا أريد أشوف مشاهداتك أنت، كيف قيمت العملية السياسية أو الوضع السياسي، خلينا نقول مو العملية السياسية. ما لها فترة. الفترة اللي كنت فيها في بغداد عندما عدت إلى العراق. ما اشتركت بالحكم. أثناء فترة. اسأل واحد مشترك بالحكم. صرت وزير. لا أنا أسأل أيضا الفترة صرت مسؤول. الفترة اللي كنت أنا معارض، حتى هذا المعارض. أنا تريد أن أسأل الحكومة الأولى تحسفول هذا، تريد أن حكومة الكاظمي لو حكومة المالكي لو حكومة العبادي، هذول الإسلاميين ناس. بس أنت كنت معاهم يا سيد حسن. ما كنت معاهم، كنت معارض للحكومة، ما كنت جزء من حكومة جديدة. أنت تحاسبني إلى إذا أنا صرت وزير أو صرت مسؤول مال أو صدرت مؤسسة إعلامية وأنا إعلامي تأيدهم. جيب لي مقال عن ميدهم. لا أنا لا أطالبك. شتري مني بعد. أنا لا أطالبك بأن تؤيدهم أو ترفضهم. شتري تقول أنا أريد موقفك. موقف منين؟ من كل ما جرى. أنت إذا أنت تجهل تاريخ حسن العلوي وسوي مقابلة مع حسن العلوي. أنا أقرأ كتبي. اعطيني ثلاثين فد اسم كتابين من 10 كتب. أسوار الطين، عمر والتشيع، زين، دماء على نهر الكرخة. أكو واحد عشتينك بعد كل زين. أنا أنسحب. أكو واحد شيعي علوي يكتب عمر والتشيع، شلون تخلي عمر والتشيع؟ لأنه كذوبة، أنه الشيعة لازمين عمر وهذا من جماعة عمر وهذا علي. جيب لي فد موقف اختلف فيه علي بن أبي طالب عن عمر. جيب لي قول لي فلان كذا كذا. مو لي سوى روزة خونية. هذول فقهاء الخلاف وفقه الخلاف. هذول عايشين عليه. بلا ما يصير سنة وشيعة، ما يصير عندهم فقه. يقول هذا رزقهم، رزقه يوقف على المنبر ويحشي من حقه. هذا ده شو مهنت؟ هاي مهنت الخلاف. بس من تجي على الحقيقة، والله إذا يختلف توأمان على شيء، اختلف علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب على شيء. وهسه من يقول لك أنا والله ما عندي تفرقة، واحد من أولاد اسمه علي واحد من عمر. لا، أنا عد عمر بس ما عندي علي. ما يكفي اللقب العلوي. سميت أنا لم يختلف عمر وعلي على شيء. ده شو؟ وهذه الشغل، هذول اللي عايشين على الخلاف هم الآن روزخونية طبقة كبيرة بالآلاف اللي يستمعوا له كل يوم الآن بالتلفزيونات، مو تلفزيونات خاصة. واحد عندما شيء صعب واحد على أساس علي بن أبي طالب وعمر كان واحد مؤمن واحد مشرك. طبعا أنا لا أزعم ولا أدعي أني أعرف تاريخ حسن العلوي وسيرته الشخصية بالكامل، لا، ولكني أعرف الكثير عن جنابك. ولكن هذه الأسئلة وهذا الحوار هو ليس لي وإنما للمشاهد الكريم. وأنا ما أعرف عنده أقول لك شو تريد تسمع ولا شو تريد تسلم لي السماء. طيب السؤال اللي رلا وتريد أن تسأل عن مستقبل العراق. نعم، كيف ترى وضع العراق الحالي؟ ما هي وجهة نظرك فيما يحدث الآن؟ ومعروف عنك أنك كاتب وتستقرئ المستقبل أيضا، لا تحلل الأحداث فقط إنما تتنبأ. فما هو رأيك بالوضع الحالي وماذا تتنبأ إلى الأمام؟ أنا أعتقد الدولة اللي أسسها العظيم فيصل الأول واللي دعمها عبد الكريم قاسم بالنظام الجمهوري، اثنينهم كانوا نزيهين واثنينهم
هي الآن في أصعب مراحلها التاريخية، في أصعب مراحل العراق في أزمة حكم. ما تعرف رئيس الوزراء مو هو الحاكم، اللي رشحه هو حاكم. هذه العامر أقوى له رئيس الوزراء، هذا العامر صديقي وأنا أحبه كثير، هذا العامر هو الحاكم مو رئيس الوزراء. الحكيم حاكم له رئيس الوزراء، الحكيم حاكم، المالكي حاكم له رئيس الوزراء. إذا رئيس الوزراء لا يمثل أحدا، حاطي مثل يعني رئيس وزراء والقادة عن قوى مسلحة لا يحكم العراق، نعطيه صلاحيات لنفسه هو يسوي، يجيب أصدقائه، يحول، يجيب هذا يودي هذا، يجيبهم تشوفه سوى وجاب له مجموعة، بس ما يقدر. أكو حاطي له خطوط، هاي مو شغلتك. فمن يقبل برئاسة الوزراء؟ يقبل واحد ما جاي من تيار حزبي، لأن تيار حزبي ما يقبل. بيجي واحد ما جاي من تيار نضالي، يقول لك أنا عندي حقوق المناضل. يجي واحد ما صاير بالدولة فيقبل بيها. عرفوا شلون يختارون؟ رجل ما مشتغل بالدولة وهو تلميذي الكاظمي. رئاسة الوزراء للكاظمي تدل على أن رئيس الوزراء لا يحكم. الكاظمي الآن بريء من كل رؤساء الوزراء؟ لا، ولا بس رئيس الوزراء الحالي اللي جوي بعد هالفترة هاي. أي نقصد بعد 2003؟ يعني المالكي كان يحكم. أي المالكي لأن حكم باسم حزب الدعوة، هو عنده حزب وعنده أيضا الشيعة، هو شيعي. حيدر العبادي الكاظمي، الكاظمي ما محسوب على الشيعة. الكاظمي العفو الكاظمي نعم، لا 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 العبادي، العبادي أبوه دكتور ومن عائلة برجوازية وحكم أفضلهم حكم العبادي. أنت تميل للمالكي لأنه صديق لك؟ لسه ما دحش عليه، دحش عليه قلت المالكي لو قلت العبادي. لا ما أنت قلت المالكي حكم، انحست له بالموقف بعقيدة حكم لأنه صديق. أبدا ما جامل. ما جامل بس ما هو صديقك. صديقك ليش مو صديقي؟ ولذلك تقول إنه هو حكم. يعني شلون نقول عليه مو حكم؟ طيب العبادي أيضا حكم. أنت شفت رئيس وزراء لو أني لو هو، هو رئيس وزراء. هذا رئيس وزراء شو يسموه؟ حاكم لو محكوم؟ ها؟ أني محكوم هو حاكم. شو اسمه رئيس وزراء سموه؟ إذا رئيس وزراء مو حاكم منه أم الحاكم العام. ولكن حقيقة أنا 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 شخصيا لا علاقة. يسوي أسئلة حتى يرضي السامعين المشاهدين. حقك بالعكس، حقك بالعكس. أنا أشكرك. هاي مهارة. لا لا عفوا، لا عفوا، لا إحنا تلاميذك وإن كنا لم نتتلمذ على يديك، ولكن بحكم خبرتك وتأريخك وعملك أنت أستاذ وأستاذ كبير، ونبقى نحن تلاميذ لك ولمن علمنا في هذه المدرسة. تلميذ المهنة مو تلميذي، والمهنة هي الأستاذ. الله يبارك بك، الله يبارك بك، وأتشرف لو كنت تلميذك أيضا. هل ترى معي أن المرجعيات الدينية قد تراجع دورها أو انسحبت بتعبير أدق عما كانت عليه بعد عام 2003؟ كانت تتدخل بالقوائم، قوائم الانتخابات، في الدستور، في تفاصيل أخرى كثيرة. كيف ترى المشهد؟ أولا التركيبة كملت، أخذت شكل وكان لها دور. والسيد السيستاني عندما سافر، يعني السيد السيستاني من الحكماء وأفضل من أدار المرجعية سياسيا هو السيد السيستاني. السيستاني مو رجل عادي، مو من ناحية المرجعية، لا، البعد السياسي في المرجعية. عد السيستاني رئيسي مثل ما كان عد أبو الحسن الأصفهاني، مثل كان عد محسن الحكيم. هؤلاء ناس فقهاء اشتغلوا بالسياسة. المرجع الأول أبو الحسن الأصفهاني اللي توفى بيوم العيد
بعيد الأضحى سنة 48 أعتقد، وإحنا متحضرين دا نروح للسينما، هن قال لا نروح تلطمون. أنا أخذت ربعي ورحت الفيلم وكان نور الهدى تغني طير طير يا أوتوموبيل، فخالفت أهلي وعائلتي صغير 48 قد عمري 14 سنة، ورحنا للسينما السينما الزوراء في يوم تشييع الإمام السيد أبو الحسن الأصفهاني. نعم بهذه الجزئية أستاذ حسن، أريد أن أعرف منك، الآن الصراع الإسلامي موجود في كل مكان، حتى أن الإرهاب يعني تصدر المشهد ومسألة الأماكن الآمنة، ما هو الفرق بين الإسلامي والمسلم بوجهة نظرك؟ يعني اشرح لنا هذه الجزئية. أنا مسلم ولست إسلاميا. نعم. المسلم يكون ممكن حتى يصير شيوعي، يصير بعثي، يصير قومي، يصير ناصري، يصير. نعم. بينما الإسلامي إسلامي. الإسلامي هو اللي عنده نظرية لحكم إسلامي ومنهج إسلامي وحزب وحركة. فالإسلامي هو حركي، والمسلم هو المسلم العادي بدون حركة. استكمالا لهذا السؤال ولو من شخص سياسي، البعثي الإسلامي عزة الدوري بعث بيديك رسائل لإيران، هل هذه حقيقة كما أشيع في وسائل الإعلام؟ لا أعلنته، أعلنته، ومو بس الإيران، سيت الخمس ست جهات. يعني ليش وقع الاختيار عليك؟ عزة الدور شنو علاقته؟ لقدمي في الحزب ولعلاقتي بعزة الدوري اللي هو يقولها. يقول عزة الدوري، يقول بال 59 يجي 61 مرة، يقول أنا صغير وجيت لبغداد طالب في الثانوية العظمية، فكان الحزب يسوي يعني اجتماعات وكذا كذا، واحد يحكي، يقول وقف واحد يحكي، وأنا كنت أتصور حسن العلوي اسم حركي، ماكو اسمه حسن العلوي، شلون اسمه حسن العلوي ويكتب على الشيوعيين بال 59 في الجريدة؟ إذا هذا مو اسمه حركي. إلى أن شفت، فحسن العلوي أشجع واحد في حزب البعث ويحبني حب وأنا أحبه العزة الدوري. وانقطعت المحبة في فترة ما؟ أبدا، وبقت علاقتي به ولم تنقطع. وأنت بالمعارضة مستمرة العلاقة؟ علاقتي لم تنقطع بعزة الدوري. يعني أقدر أقول أنه لربما هذه وجهة نظر شخصية، أنه هو اختار حسن العلوي حتى ما يخليه بعيد عن حزبهم، يخليه قريب. وأنا ما كنت بعيد. هذا كلام خطير. لا ما ليش هو بدله كل يوم أغيرها؟ أنا قومي عربي. ولكنك لم تكن بعيد عن حزب البعث. لم، لا، أكو التنظيم والفكرة. أنا أقصد التنظيم، عزة الدوري مثل الحزب. لم أكن بالتنظيم. ها؟ لم أكن بالتنظيم من 50 سنة. وبالتالي أين ذهبت هذه الرسائل؟ وما يهمنا هنا إيران، يعني ما آلت إليه الأمور؟ ما افتهمت الرسالة، وين وديتها؟ وصلتها. إيش قالوا لك؟ وصلتها عبر طرف ثالث ولا مباشرة؟ لا مو مباشرة. نقدر نعرف المن؟ والمسؤولين، يعني كل واحد وعنده. يعني الرئيس الإيراني مثلاً؟ لما اتصل للرئيس الإيراني. رئيس برلمان. أنا كانت علاقتي الطيبة جداً ويا سيد الخامنئي. وصلت الخامنئي إذن؟ وصلت وجهة نظر. وجهة نظر. نعم. وماذا كان الرد؟ أول مرة خلنا نعرف شنو فحوى الرسالة. لا هذا لا من حقك ولا من حقي، هذا من حق اللي كتبها، احكي بغير موضوع. طيب شنو الرد كان؟ ها؟ الرد بدون أن نعرف مضمون الرسالة، ما تقبل تحكي؟ أريد نعرف الرد. لا نتصور إسلام يوثق بعثي. لم يثق الخامنئي بعزة الدوري. لا. ولا واحد من الباثين الإسلاميين وثق به.
هل كان عزة الدوري يريد الاصطفاف مع خامنئي بوجه الإرهاب مثلا أو الولايات المتحدة الأمريكية في مضمون الرسالة مثلا؟ هذا استنتاج شخصي. هو المركز هذا، احنا اكو جبهة ما علينا، الحرب العراقية إيرانية صدام سوى حتى بها مخالفة لصدام، قال أنا ما كنت موافق على الحرب. عزة الدوري في الرسالة يقول لم أكن محام، هذا الإعلان لأول مرة يسمعه الناس. عزة الدوري قال أنا لم أكن موافقا على الحرب. وهل أعدت الإجابة إجابة خامنئي إلى عزة؟ بالتأكيد. عبر طرف ثالث ولا وسيط أو؟ مرات وسيط مرات شخصية، والوسيط كان الغريري اللي يعتبر ابن أختي. عبد الصمد الغريري. عبد الصمد الغريري هو الوسيط. توفى قبل سنة أو أقل. أي والله أي مات. أي. حرام. التقيت عزة الدوري؟ نعم. وين؟ كردستان. أسرار خطيرة يدلي بها اليوم الأستاذ حسن العلوي. لا تتصور أكو بعث يراح للرئيس للزعيم مسعود البرزاني ومسعود يسلم للدولة، لا يمكن، حتى لو كان ضده. لو كان ضده الكثير من البعثيين والكثير من العراقيين ما يعرفون أنه عزة الدوري في كردستان. لا بكردستان، ولم يذهب إلى بدغر، والناس تضرب أخماس ازداز كذا كذا. لا بكردستان. كم مرة التقيت بعزة الدوري؟ أكثر ما ألتقي بيك. هل وجهت له نصائح أو بالتأكيد أو كلام؟ بالتأكيد، هو عنده تصوف، هو ما يوافق على كل حزب الحزب، هو يلتقي بمشي العفلة، هو متصوف إسلامي وعنده الإسلام وعنده تطرف بالتطرف. يعني تصور أنه هذه النقطة اللي خلينا كان يتقبل كلش، هو كلش يحبني كلش، هو معجب بي. ما كان يتصور اكو واحد اسمه حسن العلوي حقيقي لان شافني، ما كان يتصور. كان طالب بثانوية عيدة ثانوية العظمية الصف الرابع الأدبي. أنت سعيت لملاقاته أم هو طلب أو يعني ما حقيقة هاي أسئلة لا مهمة لا لا تشغل بال العراقيين؟ هو أنا معروف مكاني، هو ما معروف مكانه، فبالتالي هو اللي حيسأل عني مو أنا، لأن ما أعرفه وين هو. تشو فهو دزلي واحد ودزلي الغريري، الغريري وأنا دزيت رسالة بسط الغريري وبعدين التقينا. نعم. ونقل شيء عن الحكيم، تعرفه درويش عن باخر الحكيم. ماذا نقل؟ يقول كنا بالسلطة وجابه واحد يقول عذبوه، فجو قالوا لي اكو واحد واسلامي واذوه بالتعذيب. يقول انا ما ادري، لانه احنا عندنا نظريه الغرف المغلقه، اللي يشتغلون بالتحقيق الاخرين ما يعرفون، يعني ما اعرف ولا لي حق اكون قريب منهم، انا يعني مكتب ثقافي دشيو، ولا هم لهم حق يدخلون بيه غرف مغلقة. يقول قالوا لي واحد ووضعه مو تمام، يقول جيت لقيته ممدد وغايب عن الوعي من التعذيب، فقلت لهم لازم تجيبون طبيب وتسوون نعالجه خلينا نعرف من هو هذا. يقول فكان السيد باقر الحكيم وأطلقته سراحة، هو من حبس وطلعه سراحة والناس ما عرفت شلون يطلق سراحة، هاي عنا لأول مرة، قال طلعني اطلق سراحة. وين كان المعتقل عفوا؟ ما أدري، ما سأل. لم يعلن عنه أو ما جب بالي أسئلة. اشتري بعد أسرار من هاي تحبها مو؟ نعم. اي طبعا، شو اللقاء مهم اذا لا هو حضورك يضفي الاهميه. ما لا اي اقول لك شلون بالله
كيف البزون بعمهله. انت ضيف عزيز وكريم وابدا بدون اي قيود. احبتي المشاهدين الكرام، انتظرونا في جزء اخر وهذا الحوار مع الاستاذ حسن العلوي. تشاهدون في الحلقه القادمه من اوراق مطويه. المن تحمل المسؤوليه في كراهيه الناس للعهد الملكي مثلا؟ عمر 4 سنين يفقد ابوه، عمر 16 سنه يفقد امه. شنو هالنكبة؟ النكبة حسينية هاي. القتل والسحل بالشوارع، هل تعتقد انه هي هذه اللي جرت العراق الى هذا اليوم؟ ثورة 17 تموز عام 1968 اللي سميت الثورة البيضاء، هل فعلا هي كانت ثورة بيضاء برأيك؟ والله شرف ما عندهم، والله اعراضهم الان تباع في بالبلد.